احتجاجا على عدم صرف مخصصات الخطورة لأكثر من 15 عاما، نظم المهندسون الزراعيون في مديرية زراعة وسط وقفة طالبوا فيها البرلمان العراقي بإقرار المخصصات الهندسية، خاصة وإنهم بتماس مع الحيوانات والمبيدات الحشرية، مطالبة بحقوقهم المشروعة والقانونية. نظم المهندسين الزراعيين في واسط اليوم وقفة احتجاجية لنقل أصواتهم إلى مجلس النواب العراقي لإصدار قرار بمنحهم المخصصات الهندسية. مهندس زراعي يمثل الركيزة المهمة في هذا البلد، ويعتبر وخصوصا محافظة واسط تعتبر سلة غذاء العراق، بحيث انه تعتبر المحافظة الأولى بإنتاج الحنطة والشعير. اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بالمخصصات الهندسية، ونحن بدورنا نطالب البرلمان العراقي بإقرار المخصصات الهندسية لغرض إنصاف هذه الشريحة المهمة والمظلومة في البلاد. اعتصاما مفتوحا، وذلك بسبب حجم المخصصات الهندسية عنهم منذ سنوات سابقة، علما أن المخصصات كانت تحتسب لنا قبل عام 2003، إلا أن فوجئنا بقطع المخصصات بعد عام 2003، وذلك لأسباب عديدة. تيار الإصلاح الوطني أكد متابعته لموضوع صرف مخصصات المهندسين الزراعيين ونقل مطالبهم إلى مجلس النواب العراقي، كونهم يتحملون أعباء ومسؤوليات كبيرة في إدارة هذا القطاع الواسع، ويمثل شريحة واسعة من الفلاحين والمزارعين. نطالب الحكومة العراقية والجهات التشريعية المتمثلة بمجلس النواب باحتساب المخصصات للمهندسين الزراعيين في العراق كافة، لما تعاني هذه الطبقة من المهندسين من مخاطر أثناء العمل، ولكونهم هم الشريحة التي تقدم البلد من ناحية الزراعية. لذلك وبإصرار نطالب بتخصيص هذه المبالغ المخصصة لهم. وتشهد المحافظة الكثير من الاحتجاجات والتظاهرات لمختلف شرائح المجتمع الواسطي للمطالبة بحقوقها، وهذه التظاهرة لم تكن خاتمة لها، فهناك الكثير من الحقوق ما تزال مسلوبة. وقفة احتجاجية تطالب بالحقوق المسلوبة منذ أكثر من 15 عاما، حيث يتعرض المهندس الزراعي للأخطار والتهديدات ولا ينصف كأقرانه من المهندسين بمخصصات الخطورة. من مديرية زراعة محافظة وسط، بهاء زهير، قناة بلادي.